احنا انعرفنا ولا يحتاج يسلبنا، واللي لفعنا بكدر وبضيم يسلبنا. الناس علت اساس الطيب بس لبنا وجبور، علوا ثلاث لبنات عطافة. اهل المروح ما يلطيب عطافة، من شبة الخيل يوم الكون عطافة. حيل اتركوهن الغيظ الراد يسلبنا، حيل حيل اطلقوهن اليوم الغيظ الراد يسلبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لهذا البرنامج، وأعني به برنامج تراحيب. بالأمس كانت هذه الكاميرا وهذه الشاشة تتجول في جنوب الموصل، في جنوب الموصل المحافظة الخامسة التي دخلها هذا البرنامج، وهي تتكلم عن مآثر تلك المناطق، وكانت لها صولة وجولة مع أهلنا وعمامنا وقرابتنا ولد السلطان جبر وكل العشائر العربية الأصيلة. لكن كان اللقاء في جنوب الموصل، وشفنا الكلام الجميل من مشايخها وأساتذتها وشعرائها. اليوم الكاميرا من جنوب الموصل تتجه إلى غرب الموصل، وكأنها تريد أن تشير إلى أن شمس داعش قد غربت، انتهت شمس داعش إن شاء الله وغربت إلى حيث لا رجعة، وسوف يشرق في هذه المدينة وجه جديد ولقاء جديد وتكاتف جديد وتواصل جديد. اليوم يا جماعة الخير حتما عرف الناس، كل الناس، أين برنامج تراحيب في عاصمة الشويخ، هكذا يسميها الناس، قرية إسكيموصل، قرابة 1000 بيت أو تزيد، كلهم عوارف، كلهم وجهاء، كلهم أهل كرم، أهل سماحة. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. حتى الذين معنا هنا من طي وغير طي يفتخرون بخوالهم وبعمامهم وبربعهم، بالناس الموجودين في هذا المقام المبارك من قرية إسكيموصل، من غرب الموصل. هذا اللقاء الجميل وهذه الأمسية الجميلة مع هذه الوجوه الطيبة اللي راح نتعرف عليها تباعا في طيات الحديث، لكن أجمل لقاء. وحقيقة شكر خاص مني شخصيا يعني إلى الأسايش والبيشمرقة وكل القوات الأمنية الكردية المتواجدة هنا، بالإضافة إلى ترحيب الشيخ اللي راح نسمع منه أيضا كلمة في هذا المقام. اليوم احنا في مضيف الشيخ فتحي الإبراهيم العلي العبد العزيز، كابرا من كابر، وجه من وجوه قبيلة جبور اللي نعتز بها ونفتخر بها مع هذه الوجوه الطيبة اليوم. والكلمة والبداية للشيخ أبو الشهم، اسم على مسمى. بارك الله، مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، ونشكركم على كرم الضيافة وحسن الملقى، واليوم تراحيب بدياركم وبعاصمة شويخ. الله محييكم أخ فهمي، تعيش والنعم منك. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة سامراء وبرنامج تراحيب وبالأخ فهم الزرزور، تعيش، ومضيف الشويخ في قرية إسكيموصل، مضيف الشيخ فتح الإبراهيم العلي العبد العزيز، والنعم. تعد قرية إسكيموصل من أقدم وأكبر القرى الموجودة في المنطقة، ما شاء الله. تعدها من الشرق ناحية وانا خوانا أساد نعيم وساد المرزنجية، والنعم. ومن جهة الغرب عمامنا أشويخ، ومن جهة الجنوب الغربي خوانا عشائر طي، ومن ضمنهم الشيخ أبو سعد والأخوة الموجودين. أيوة، تعتبر قرية إسكيموصل من أكبر القرى، حيث يسمون أهل المنطقة عاصمة القرى أو عاصمة أشويخ. عانت قرية إسكيموصل في عهد داعش من الظلم والجوع والطغيان والقتل والتهجير، وبعد 6 أو 7 أشهر وبأمر من السيد الرئيس مسعود البرزاني حفظه الله حررت مناطقنا العربية قوات البيشمركة البطلة، وأنطت دماء زكية وشهداء في هذه المنطقة، وقدمت لنا الخدمات والمساعدات من مواد غذائية ومن دواء ومن ماء وكهرباء، واحنا الحقيقة فضلهم ما ننسى الى الموت. الحمد لله، جميل. اليوم العلاقات الكردية والدم العربي الكردي
كأنما يريد أن يكتب ويسطر لعهد جديد إن شاء الله بعيد عن النعرات الطائفية والقومية واللي كانوا يريد يفرقونا بها. تمام شيخ؟ لو أنا متوهم. إحنا حقيقة داعش الشيء السوال الوحيد زين أنه وحدنا. الله 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 الله. قبل إحنا ما كان يعني تربطنا علاقات يعني وما كان أكو مراجعة ومصاهرة بيننا وبين الكراد وباقي العشائر وباقي القوميات. أسا إحنا والجنوب والوسط والشمال والكرد والعرب واليزيدية والمسيح إحنا كنا متوحدين ضد داعش وإحنا كنا بخندق واحد والتركمان. الله جميل. ونطلب من الله عز وجل أن يحرر باقي مناطقنا في العراق وخاصة الموصل من ظلم داعش على يد قوات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. الله الله الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أهلا وسهلا بكم. هذا الموسوعة وهذا الكتب وش ترمز وش تشير؟ والله هذه نبذة عن عشائرنا ما شاء الله ما شاء الله وعن شخصيات أجبور وباقي العشائر. يا سلام. جزاك الله خير عمي أبو الشهم. بارك الله بك. حتما نرجع لك في طيات الحديث، لكن للحديث تكمل أيضا من قبل الحاج خليل، الحاج محمود الصالح. حياك الله يا حجي خليل. حيا الله. ومرحبا بك ببرنامج تراحيبي والله، ونسمع منك كلمة في هذا المقام. أهلا وسهلا بقناة سامرة وضيوفنا الأعزاء منهم في مضيف الشيخ أبو شهم. والنعم منكم أبو شهم. أي والله. نريد أن نقدم ونبدأ عن قرية أسكموصل. قرية أسكموصل حدثت من تاريخ بعيد، حيث مرت بعصور تاريخية كثيرة من الآشوريين ولحد هذا العباسيين والأمويين، والشواهد شاخصة في آثار القرية من بنايات وعمارات أثرية وبيوت وجوامع. هناك الجامع العباسي، هناك الجسر العباسي، وهناك الجامع الأموي، لا زالت آثارها موجودة لحد الآن، والقلعة العثمانية. سميت في سالف الزمان ببلد وببلط، ومن ثم أسكموصل. جاءت هذه التسمية أسكموصل لها معنى، فهي كلمة مركبة، أسكي باللغة التركية قديم وتعني الموصل القديمة، حيث كانت لآثارها الموجودة تعني الموصل القديمة، أنه كانت هي مدينة الموصل الأصلية. سكنت هذه القرية في الجهة الغربية من نهر على ضفاف نهر دجلة، الجهة الغربية، أسوة بإخواننا وأهلنا الجبور، حيث يمتدون دائما على ضفاف نهر دجلة. الله الله يا سلام. احتوت هذه القرية جميع القبائل والعشائر الأخرى من إخواننا العرب، وجاورنا من الجهة الشرق من الأخوة الكرد، ومن الجهة الغربية في ناحية زمار الذي يسكنها أغلبهم من الجبور أيضا، والإخوان الجرجرية، حيث عايشت مع كل القبائل بسلام وتعايش سلمي، وكان له دور فعال لأهلها في الشغلات العشائرية والاختلافات والنزاعات العشائرية الأخرى. أنجبت هذه المنطقة أسكموصل والقرى المحيطة بها من قبائل من عشائر الشويخ أعلام في مختلف العلوم الدينية والعلمية. جميل. ولا زالت لحد يومنا هذا عاشت عيشة هنيئة وطيبة مع كل العشائر، ولكن داعش المجرم عندما أتى كان له تأثير عليها كما كان له تأثير على عموم البلد. إلا أن وقفة أهالي القرية كان لداعش حصة قليلة من أبنائها، إلا القليل، حيث لا يتجاوزون 15 من قرية يبلغ تعداد سكانها 8000 نسمة. الحمد لله الحمد لله. كان دور كبير لأهل القرية في تحجيم فعل ودور الدواعش في المنطقة وتأثيرها. الحمد لله. وفي 21/1/2015 أصدر السيد مسعود البرزاني أوامره لقوات البيشمركة لتحرير المناطق العربية المجاورة للإقليم. الله الله. فكان من حصة
حصة لهذه القرية من هذه القوات أنها قامت بتحريرها وأعطت وقدمت الضحايا من أجل تحرير هذه المنطقة، ولم يتوقف هذا إلى التحرير، وإنما قاموا بتقديم كافة الخدمات لأهل القرية، ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها. جميل. ومن باب الشكر العرفان، أي والله، لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى حكومة الأقليم كردستان شعبا وقيادة وبيشمرقة بكل التقدير والاحترام والعرفان، ودين في رقابنا نعاهد الله عليه ونعاهدهم ونوصي بها أبناؤنا وأحفادنا أن لا ننسى هذا الدين، لأنهم قدموا دفاع زكية من أجل تحرير هذه المناطق. السلام. جزاك الله خير خليل، بارك الله بيك. إذن اليوم التلاحم والوحدة والآصال ما بين العرب والأكراد، الحمد لله، مثل ما قال عم الشيخ أنه من محاسن بعيدا داعش وحدتنا، رادوا يفرقون ويقسمون لكن توحدنا إن شاء الله، بعيدا عن السياسة، ولكن بعيدا عن السياسة كلمة الحق تقال. نعم. في سنين مضت أو أشهر مضت أو سبقت داعش، كان هناك لبعض السياسيين دور في زرع الفتنة بين العرب والأكراد. الله. إلا أن من محاسن داعش الوحيدة بيّنت لنا الحقيقة، أنه كل ما كان يقال ما هو إلا افتراء ومن أجل زرع الفتنة. الحمد لله. وأيقظت الناس اللي كانوا متوهمين بأنه هؤلاء عرب وهؤلاء كرد. لا. لا، نحن عندما جاء داعش وعندما قدم الأقليم ما قدمه للعرب أثبتوا بأننا عراقيين عربا وكردا، تجمعنا العراقية. وشكرا. جزاك الله خير، بارك الله بك. حتما سنرجع ونتكلم في طيات الحديث، لكن يا جماعة الخير صلوا على النبي في هذا اليوم المبارك واللقاء المبارك، حتما أجمل ترحيب يليق بكل هذه الوجوه. واليوم سنسمع الشعر العربي والقصيدة العربي والأصالة العربية والتراث العربي من هذه العاصمة، عاصمة شويه، قرية إسك موصل، التي لا أعرف كم لها من السنين، ولكن يبدو أنها يعني أحقاب طويلة جدا، إذا كانوا الآشوريين بها وقبل الآشوريين بها، إذن هي منبع. وراح نسمع أيضا ممن سيتكلم بأنه حتى كانوا الخلفاء الراشدين إذا أريد يتقهون، إذا أريد يصفون بالهم يجون هنا في إسك موصل يشربون القهوة ويتقهون. تمام إن شاء الله. أيضا للأستاذ الكبير والأخ أبو أياد أيضا كلمة في هذا المقام، والجماعة راح نتعرف عليهم تباعا، لكن اليوم أريد نأخذهم يعني واحد واحد هكذا من باب الاستئناس بالحديث واللمة الحلوة وهذا الجو المبارك إن شاء الله. أبو أياد مساك الله بالخير وحياك الله، ونسمع منك أيضا كلمة في هذا المقام ما دام أنت أيضا يعني لك في الشعر صولة وجولة. أهلا وسهلا بك أستاذ فهمي، الرحب بك والرحب بقناة سامراء الرائعة السباقة بتقديم كل ما هو أفضل، واللي أدخلت حقيقة الفرح والسرور إلى كافة إلى بيوت العراقيين كافة. وأقول مع أهل العيد بوجودك ضفتنا وتزهر بوعنا وتزهي ضفتنا، يفهم أهلا وسهلا من ضفتنا بعدد فرويلهم فوق تراب. الله محييك أستاذ فهمي حقيقة، أنت أن يعني أطلالتك الرائعة وخف ظلك تضيف أشياء جميلة للبرنامج، وأني من قبل يعني من زمان أنا كاتب بيت زهيري، حبيت حقيقة أوصل لك أو أوصل لك إياه، لكنه ما سمحت لنا الظروف، إلى هنا حتى أنتم وصلتم إلى هنا. والدليل على ذلك من كان يمكن اسم البرنامج خيمة وقصيد على ما أظن. نعم. فأني كتبت بيت قلت يا بحر قط ما نشف وقت المحل فهمي، وأشهد بأنك وفي ما يختلف فهمي، محرار قلبي صعد فوق الوصف فهمي، وشانون وسط الحش الفراق وهم وصلوه، ولو ينشري ودادهم برواحنا وصلوه، الكادر الخيم الوفي الكادر الخيم الوفي سلامنا وصلوه، وكلهم نشامة وأخص من الذكر فهمي، كلهم نشامة وأخص من الذكر فهمي. الله محييك أبو، الله يبارك فيك، نعمة حالك. إسك موصل احنا
اسكيموس الغنية عن التعريف. اي بالله. وكانت الأم والحضن الدافئ والصدر الرحب لكافة القرى المجاورة خاصة في هذه الظروف. وأيضا لازم يكون لها حصة من كتاباتنا. الله الله. مع احتراماتي وتقديري لكافة القرى، احنا القرى كلها أهلنا وكلها قرانا وتربطنا بهم علاقات رصينة. لكن تدري انت مثل ما قالوا هالقبل الحجرة غالية. صح. فقلت من دور جدنا جبر وشويخ، من دور ومن بعد كيلة وتشم الهيل، من دار بحر المكارم تراهم در، من در طيب معشرهم ضماد ولجر احمرهم، وطيبين هن ومثل طيب الشهد مرهم لأهل اسكيموس إذا ردت تعرف مرهم، ما حد مثلهم يدار الضيف من داره، ما حد مثلهم يدار الضيف من دارك. الله يبارك فيك. نعم من زمان مع احتراماتنا نسمع مجالسكم حتى نتحاور أنا وياك. يقول مجالسكم مثل الرياض أنيقة، لقد طاب منها الريح واللون والطعم يا عم الشيخ. اي والله ما شاء الله، الله مجالس مباركة ومجالس الأنس، وزدنا مما أزادك الله. هذول الجرد اللي نستزيد من عندهم. اي والله الله يبارك فيك. لأن هلي فوق المعالي لهم معالي، أسود أسود وخلوا أعدائهم معاليل، ظلمت البحر هندسها معليل، هل النجم اللي يضويهم سوى، وهلي للتاه نجم سهيل دلهم، متى ما عسعست والليل دلهم، هلي ما تفرق من البن دلهم، هلي مهداش للبيهم غثى، وهلي غيث بليا على العسر ونجاد، كثير الخير مي ونهضل ونجاد، هلي شويخ هلي عز الضيف ونجاد، هلي مجتوب شاتب والاجتاب، وأكو بيت هذا حتى لا حد يزعل من عندنا لين شوية يزعل. أقول العراقيين كلهم أهلي، هل العراقيين تبطل الزعامة اللي يجي منهم زعيم، وكلها نست اللي يجي منهم لا يجي منهم، هل عز الضعيف واللي يجي منهم وما روصيتهم علو السحاب. الله يبارك بيك أموالدي، بارك الله بيك. عبالي اخذ منك الركباني لو بعدين انت تسولف على انت سولف انت سولف علي بكيفك كان حاضر. اي والنعم منك، جزاك الله خير. سنرجع لك ان شاء الله. الله محييك. والحديث معك حديث ذو شجون، هكذا تقول العرب، حديث ذو شجون وحديث ذو اشجان، عندما يكون متشعبا ثم يصب في مصب واحد كما يصب النهر، هكذا مع الوديان. بارك الله بك يا ابو اياد، جزاك الله خير. حديث جميل اليوم مع وجهائنا وادبائنا وشيوخنا وسادتنا وعزوتنا، حتما في قريه اسكيموس عاصمه الاشويخ عاصمه الجبور، حقيقه هذا القريه الجميله المباركه. وللحديث اليوم الجميل والمحاورات والكلام الجميل، لكن نسمع ايضا من الاخ العزيز مرشد الحماده ابو شهد. مساك الله بالخير يا ابو شهد وحياك الله، ونسمع منك اليوم العتابه. بداية ارحب بيك وبقناه سامرة الفضائية، مضيف أخونا الشيخ أبو شهم فتح الإبراهيم. والنعم والنعم والنعم. هلا 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 بسامرة وبكادر تراحيب، هلا بسامرة وبكادر تراحيب، يجمعنا اليوم مو صرفة تراحيب، أتشرف بيك ونزيد التراحيب يا أبو فرقان يا زاك الإنسان. جزاك الله خير والنعم منك تعيش. فهميني شنو هالجرى يا دنيتي، فهمي ربعي جفوني ومشوا وساءوا يا خي، فهمي دمعي عليهم جرى وجفني غدا فيه مي، والعين تذرف دمع وازداد كادرها، وراحت راحت ايام الفرح والحزن كادرها، سامر الف الهلة ونحيي كادرها، وبيك تشرف ترى يا اخوي يا فهمي، وبيك انت تشرف ترى يا اخوي يا فهمي. بارك الله فيك، تسلم تسلم. فهذا البيت للمرحوم والدي الله يرحمه ان شاء الله. يسالون على العتابه، العتابه فسوى بيت تعريف للعتابه زين. فالبيت يقول العتاب عتاب جارح ونسبها، العتاب عتاب جارح ونسبها، ذهين وللمفارج ونسبها، حكتها فهام قبلي ونسبها، فطيمه البشر نعت على غيابها. الله الله يا سلام. فجاوبته بيت ثاني يقول البيت يقول العتاب عتاب جارح والهجاه،
العتاب عتاب جارح والهجاه ذهين وبالمجالس والهجاه تخمد نيران قلبي والهجاه حزن صوت الربابة والعتاب وتهيمني تهيمنا العتابة والنبيها تهيمنا العتابة والنبيها مع صوت الربابة والنبيها بلا يحاد ضعون خلي وين بيها تمهل تان ودع هالحباب والبيت الآخر يقول هلي هل يا أهل العتابة والقصد هوم ويعز كل من نخاهم والقصد هوم هل يا أهل العتابة والقصد هوم ويعز كل من نخاهم والقصد هوم اليوث وبالحرايب القصيدهم وبصدر الضد مروين الحراب والبيت هذا الآخر يقول هذا المرحوم أبوي يقول هلي هلي من شد ليلة تاه وانساب ودواسة عميل الكره وانساب هل من شد ليلة تاه وانساب ودواسة عميل الكره وانساب أصال عرب بالتاريخ وانساب رفيعنا على طول المتر فنجي أبياتي أنا عدار عدار إيه إحنا جماعة يكتبون على أبو بدار إحنا نكتب عدار ما نكتب على أبو زين فيقول يا دار العز حنت لش مشاهير يا دار يا دار العز حنت لش مشاهير على الشانة وكم سيوف مشاهير عقب اللي يثشو بيك مشهر وناحل بوم بيك والغراغ الله 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 ويا دار العز ما نسمع هلا بيك يا دار يا دار العز ما نسمع هلا بيك وغزير الدمع من شالو هلا بيك عجب ما اشوف خلاني وهلي بيك هجم يا دار ظليتي خراب ويا دار العز ما نسمع هظل بيك وغير البوم من شاله وهظل بيك هذاك الليث ما اشوفه هظل بيك وعقب اليوم ظليتي خراب وعقب اليوم ظليتي خراب وهجم هجم ما زالهم شاله وعلش جاء انه من راحه هم ما ادري في ذلك هجم ما زالهم شاله وعلى الشجار حزينة وتنقط البومة على الشجار ويهتسل على دمعي على الشجار تحدر يوم فارقنا الأحباب وطبيبي طبيب أرجوك كوف طبيب أرجوك عوف الكشف والعيس ويهمي ما تشيل الجبال والعيس ثلاثة من الضوار الحمي والعيس كش من بيض ميري والحشم وطبيب احتار من جرحي وشلبيه طبيبي طبيب احتار من جرحي وشلبيه تكلف حيل من شافه وشلبيه يقول لي يقول الجرح ما يبره وشلبيه جر والوهم عثب الانياب يقول الجرح ما يبره وشلبيه جر والوهم عثب الانياب وشالت الدار قالت ما عد الهوم ضعن جد المسير وما عد الهوم يا رب بجاه طاه موعد لهم بظل طيب وسليمين العذاب ان شاء الله وسالت الدار قالت موجف لهم ضعن واسمع الحادي موجف لهم جرح خزن بقلبي وما جف لهم ولا فاد المعالج والدوه وفقدتان اللي يودوني وناسي اعزاز شزير ملقاهم وناسي عليهم شيب العارض وناس دليلي والجواش مسخرات فهذا بيث الجميع أهلنا العراقيين عافية يقول هذا البيت طبعا بيت أبوذية نحن هم نكتب الأبوذية يعني لأن هي الأبوذية مقاربة العتابة تمام فالبيت يقول ترى العادة أنا دائم ونجفنا ترى العاد أنا دايم ونجفنا عراقيين للنهيبة ونجفنا سلام الكربلة الطيبة ونجفنا وأهل بغداد وأهل الناصرية الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام فعاد البيوت يعني غزليات استعمال الغزلية ورا الفاصل ناخذ فاصل وبعد الفاصل على مود إيش نكمل وياكم المحاورة شو تقول أبو شهيد تمام أحبة المشاهدين والمتابعين مع هذا المجلس المبارك وهذه الوجوه المباركة وهذه الكلمات التي تخرج كالدرر من أفواه المتكلمين أوعز إلي المخرج بفاصل يسير هذا الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم لتكملة فقرات برنامج ترحيب
من عاصمة شويخ في قرية إسكي موصل، فابقوا معنا وحياكم الله. اهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، يحياكم يبياكم يطبتم طاب ممشاكم في هذا الحديث الشيق وهذه الأمسية الجميلة والأولى من برنامج تراحيب من غرب الموصل من أهلنا الجبور. وأرجع إلى عم الشيخ أبو الشهم. أبو الشهم، العادات الاجتماعية، الأعراف، التقاليد، الأصالة اليوم الموجودة، يعني شيخ يأخذها من شيخ، ابن يستلمها من أب، حدثنا عن العادات الاجتماعية في هذه القرية وعلاقاتكم مع القرى المجاورة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن يشرفنا أن نذكر أبناؤنا بهذا البرنامج. نحن عندنا ما يقارب تقريبا 1000 منتسب يقاتلون حاليا مع القوات الأمنية، الله يحفظهم إن شاء الله، من بيشمرقة وجيش عراقي ومن حشد، وعلاقتنا العشائرية متواصلين مع جميع العشائر. جميل. ومع كافة الأطياف. احنا في بداية سقوط الموصل استقبلنا النازحين كافة الذين أتوا إلى مناطقنا. ولحد الآن استقبل النازحين، وإسكي موصل حاليا يعني بها ما يقارب تقريبا 500 إلى 600 بيت نازح حاليا عندنا في المنطقة. واحنا متواصلين مع العشائر كافة في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال. واحنا هم نريد نذكر بهذا البرنامج، احنا لازم كل فرد من عندنا ونوصي ولدنا ونوصي اهلنا وعشائرنا ان يكون عنصر امني. جميل. للحفاظ على مناطقنا وعلى اهلنا وقرانا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم نعم نعم. مثل نعم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جميل. جزاك الله خير. بارك الله بك ابو الشهم. احنا راح نرجع لك ايضا في طيات الحديث حتى نختم معاك المجلس من اجل انه توجه رساله اخيره ان شاء الله. الحديث ذو شجون مثل ما عرجنا بالبدايه، واليوم ايضا معانا وجوه من الادباء والشعراء والمتكلمين واللي راح يدخلون معانا في الشعر والحديث. ابو بشار، مساك الله بالخير يا ابو بشار وحياك الله. الله يحيي قناه سامره وكادرها. تسلم. والحضور ولدختنا بمضيف الشيخ أبو شهم. والنعم منك ومن أبو شهم. أي والله. عندي مساجلة بيتين زهيري على وضعنا إحنا بيه حاليا. أها. العمام نجبور. واحد قال مرت علينا ليالي شبيها الويل بسناه. بسناه. تلدغ علاي لدغ الصل بسناه. منها قضينا الوقت كل يوم بسناه. ومن العجب يا صحيبي قام سدها يلاوي وقطها، وقال ورأينا ولكن ما رأوا قطها. قبلتنا اليد وكانت غايتي قطها، مجبور ومن الغصب يا ناس بسناها. رد له القبال وقال له ان قعد حظك زعيم تصير بيها ومر، وانسها مالك نفوذ بهالدنيا ومر. تدري الدعان يا عرج يا صحيبي ومور، ماله رفيج الدهر عوث دليلي بسنة، نقى العظم واللحم والشحم غاب بسنة. الله يا هالوقت كل لحظة، هذا قال كل يوم، كل لحظة تمضي بسنة، وكل ما نقول أفرجة تنطيح بدها وأمر. وأكو واحد بزمان القادسية من قرايبنا جبور جابوا ولدوا اثنينهم، فواحد من الجاعدين قال فطيمة البشر تقول أدوج لهم بلاد الجد والمات، أجدامي من بعيد السير والمات، لزوم الحي يشوف أهله والمات تظل بحسرته شوف الأحباب. رد أبو الولد ذولا قال يا ولو هذه هي قاعد تدور هي، يا ولي أخلى المات من دوني ودورهم، يعني خلى حضرموت ورا، يا ولي أخلى المات من دوني ودورهم، وما أدري وين خالجهم ودرهم، بنوا حربة بدلالي
ودور هم تشلس ما فلش طول المتع. الله الله الله. واكو بيتين سياري قديمات. ايش يقول حتى نختم بهم؟ الاول يقول شربت لفراقهم كاس المرار طلي بطر بطر ونهد حيلي عقب ماني شجاع بطلي ايش بدلك يا فتى عقب الصدق ببطلي وتعاشر الغير واحنا بوجود الفلك وتنسى هوا خلط انهم من قبل والفلك لابد يجي يوم ويدور بيك الفلك ونعات بك اللي ذي بدلت حياته بطلي. الله 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 الله. الاخر يقول بليل طويل على الخلان لاوني والدمع قرح على الوجنات لاوني لوقتني ليت العرجون لاوني عبن من طيب عبن من دون كل الخلايق عيد وانسى هم وجسامهم حافظات الطيب وانساهم مسلها وخلتن شفجين وانساهم والله لو بالخلد لا والله ناولنا وسلامتكم. عشت عشت يا ابو بشار بارك الله بك في هذا المجلس الجميل وهذه الاشعار الجميله. هذا الكلام اللي سمعناه اليوم ايضا معانا اهل الوجاهه واهل الديانه واهل المليه مثل ما يسمونهم هنا في هذه القريه مل أحمد الحناد اللي سلمه الله عز وجل من حادث كاد أن يودي بحياته لولا أنه عنده أفعال طيبة وأمور طيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنه عنده معروف وإحسان. واليوم معانا المل حناد أيضا مل أحمد الحناد اللي هو دائما مع الشباب وحسب معلوماتي أنه معلم يعني له بالتدريس باع طويل وخبرة طويلة ويزور تل الريم ويروح يتزود من رجال الدين هناك والقرى المجاورة يسمونها الطواف ويسمونه الجيم وأسماء كثيرة السيد أيضا. إيه والله حياك الله يا من أحمد الحناد أنت حلقت الوصل ما بيننا وبين يعني كل هذه القرى في هذا المكان والميدان ونسمع منك رسالة توجهها للشباب في هذا المقام. أولا أرحب بكم حياكم الله. تسلم. قناة سامراء الفضائية اللي العراق كله شاهدها وخارج العراق أسمع خير. مصر الأردن نعم. 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 سوريا الدول نعم. العربية بارك الله بيك. وجه رسالتي للشباب أول شيء الشباب أريدهم يدرسون فعندنا إحنا الحمد لله المدرسة الابتدائية الإعدادية عندنا الحمد لله أنجبت هذه القرية دكاترة ضباط أطباء شخصيات مثقفين مدرسين فدائما اللي يتعلم مو مثل ما يتعلم اللي يتعلم مجالة الحياة يفتهم يعرف يسولف يفتهم حتى صلاته وعبادته اللي راحوا مع داعش أكثرهم الجهلاء الجهلاء لكن يتعلم ما راح مع داعش لأنه عنده عنده علم في أي مجال مجال الدين مجال الطب مجال الهندسة فأحث الشباب على التعلم ويدرسون ويتعلمون ويفيدون هذا البلد العراقي. احنا نريد مهندس نريد طيار نريد طبيب نريد معلم أريد الطبيب يذكر الله في العيادة أريد المعلم يذكر الله في المدرسة أريد الطيار يذكر الله في الجو أريد الشيخ يذكر الله في الربع مالته. فإحنا دائما نوصي التعلم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الأمين جبريل إيش قال له؟ قال له اقرأ تعلم يا محمد وعلم الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم معلم هذه الأمة المحمدية. الله سبحانه وتعالى قال أن خير أمة أخرجت للناس إحنا أفضل الأمم. إحنا هذا الدين دين التسامح دين السلام دين الرأفة بالحيوان إحنا أفضل الأديان وأفضل الأمم. هذا البلايا نزلت علينا كلها سببها الجهل. الإنسان الجاهل كل شيء يسوي لكن الإنسان المتعلم يعرف الصح من الخطأ. وجزاكم الله خيرا واحنا نشكر استاذ فهمي على زيارته للقريه ومعاناه السفر وحياكم الله. جزاك الله خير تسلم.
تسلم يا ملا بارك الله بيك. ذكرتنا بقول الشاعر: العلم نور وجمال يقتبس، صاحبه مكرم أين جلس، من أهمل العلم تضعضع وانتكس، شتان ما بين حمار وفرس، هكذا تقول العرب. حتى نأخذ من أبو عمار أيضا شيء من المساجلات، وأرجع عودين على أستاذنا أبو أياد وأبو شهد، وحتى ما قبل الختام يكون لأبو حسام كلمة، ونختم مع عم الشيخ لأنه الوقت دائما يعني يسرقنا سرقة. وهكذا مجالس الأدب والشعر لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصري. لكن أبو عمار مساك الله بالخير يا أبو عمار، شلونك وشلون أخبارك؟ إيه والله أستاذ، أهلا وسهلا بكم، بارك الله قناتكم مقرة. أنا قلت بيت عتابة وشن بيت زهيري، وشوية أحب أكو مساجل أبو الميسرة وحسن الجار، تحية لهم جميعا، 94 إيه بالله. فقلت بيت عتابة، قلت تبات الليل على الخلان والعان، ودليلي من الهضم والنوح والعان، غد مني علام الفكر والعين، ما بطلها منها على الأحباب. الله أكبر. وقلت يا خل من رحلت وما عن لكم، وكبودي والنواظر ما عن لكم، لكم ندب بدليلي ومعاني لكم، على قلبي ألذ من الشراب. قلت بيت زهيري، قلت يا دار عينك من الخلان وديهم، حرام البخل عليك لزوم وديهم، مصبر على الفراق وظلام الليل، والدهيم على الفارقون اعزاز قلبي وخلاني. قلت حبران جرح القلب من قوطره وعني، وما يوم جوي صفه ولا بطل عني، عني على خلة بلضيجهم عني، وعني زماني وكتب بحروف على القصة، والكل زمان المضى معلوم له قصة، هي الحياة تنقضي وكل جيل له قصة، اللي يفهمون الحكي والقول مو عني. أبو الميسرة قال: القلب ماذي جميع ضاي، من شنة يزودهن جناح الليل من شنة، الكم سكن ضامري مهيل من شنة، ويلام تذبل لفراقكم عودي، راحا ولن أقفل ليال السعد ناديتهن عودي، أنا من أشوفك ورا التسعين على العودي، يفرح دليلي وذكر أيام من شنة. مطر الكريدي قال: من شن دليلي حرام وجفن، ما شن الفراق والفن ندم بنياب ما شنة، أنا من أشوفك ورا التسعين ما شني فارقتك، ولا من بالي اسمش راح، ومن يوم صديتي أصفق الراح براح، ومني تشوفك تا قبل تروح الروح، تاش المرد أقول لك يضوى العين مو شنة. ذنون القهاوي قال: القلب ماذي جميع ضايبي عنا، عقب المعزب خسار البيض باع عنا، الدهر أصلف علينا شهر باع عنا، ومن عظم صيبي طحت مطروح ما عاني، وحتى الصديج الأود ويا الربع ما عاني، لو ليتهي ولامهم ورا التسعين ما عاني، نقضي توال العمر ونعيش بي عنا. حسن الجار قال: ليش مو حبك ببسط القلب مجنون ما جنة، لحن دليلي بعهد الصبا من جنة، وانت ما عزتك بقلبي ظخر فوق اللي، دايم ببالي خصور الشيح فوق اللي، الشيبة ذرية وانت هلال فوق اللي، لما اشوفك كأن بعز ما جنة. يا ابو يريد يشوفه مو بالكير. ابو عمار عنده العشق من العشق. لا عاشق. من العشق ابو عمار. الله 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 الله. حلو. بل ايمن وماكو ما عاد. الله الله الله. تسلم يا ابو عمار. تسلم. صح الله لسانك، تسلم وتعيش، بارك الله بيك. والله أنا قلت عتابة، قلت فهد عضع الدليل حشاي والرأي، وقدم ما بالنواظر دمع والرأي، نخيت أهل العلم والفكر والرأي، بلشي بلون جرح من الصواب. سلام لسانك، صح لسانك، برونو إن شاء الله. ولو قال طبيب الهند داواني ولا فاد، ألف دكتور داواني ولا فاد، ها؟ بسلاسل خيطة وجرحي ولا فاد دواي، انت يا هالمبعد عليه الله يشوف الولف، مو هكذا بس انت ولف، صرت ما عندي غيرك ولف. صح الله لسانك يا ابو عمار، بارك الله بيك. ارجع لك ابو اياد، وانت عندك الركباني هنسولف عنه، هذا اللي راح وصل للشيخ تكليف العلدانة، لو عندك له غير شيء. الاخوان الشعراء قبل داعش كلهم كانوا يكتبون على الدار، وظلوا يكتبون على الدار، وهجام الدار ويفاولون عليها إلا هجموها صحيح.
أنا حقيقة ما كنت أكتب على الدار. ليه جاي ولا أكتب؟ بس ما أريد أفاول عليها. دار عامرة ليش نفاول عليها؟ والله صحيح. لكن من انهجمت. تونا عاد قمنا نكتب. صدقت والله. فقلت يا بوب الدار ألا أجي وأرد بيتش. على تشاءنا ونخل حوشك ورد بيتش. أشوف الحزن يا غبرة ورد بيتش حزينة وما تلبينا الجواب. ويا بوب الدار ألا أجي وأعم بيتش وأسيلك على البنر كانت وعن أبوك وعن بيتش وين أمست معاميل وعن بيتش ترد تصدن لو أمواريهن تراب. ويا بوب الدار ريتش هجم تدوين من ساسك والعبريش تدوين دبطلي يا عتيج البوم تدوين وتهيضين البواتش على أحباب. وأقول دار جفوها هلي لروح واندبها كانت شريعة وتكرم الضيف واندبها لم نوصلتها وفتحت الباب واندبها دبيب وسكنها البوم تارد هم وأقفى وقفة وهلها ولا لي حيل تردهم حثيت تار نقوت العيس تاردهم وما أفاد حثي ذلو للشؤم واندبها بها وند. سلامتك أبو عشت العايش طبعا يا بارك الله فيك ابو شهد. ماذا تجاريه شعرا وانت عندك محاوره جميله جدا للوالد من ذكريات اهلنا الحماده. اي والله وش عندك من ذكريات؟ حياك الله ابو فرقان بارك الله فيك. هذا بيت زياري العمنة على سلمان العزير فالبيت يقول فهد فهد هات القلم تاخط جملاها ازكى تحية العمامة شويخ جملاها. فهد هات القلم تاخذ جملاها ازكى تحيه العمامه شويخ جملاها. مشهود بين العشاير طيب جملاها ساسه تواضع للمعبود حماده. اهل المروه صفتهم دوم حماده ومعلوم معلوم جدك يا ابو يعقوب حماده. الاثقال دايم بيوم الضيد جملاها الاثقال دايم بيوم الضيد جملاها. فحجينا الله يرحمه رد له بيت فقال يعقوب يعقوب عني اتصل وانشد بلا منه. يعقوب عني اتصل وانشد بلا منه على هالنباهم حلو ما صوف بل منه. يصعب علي الوقت يسمح بلمنه التغب والد فهد شيخ كفوء وجاد وبلغ سلامي العلي والكافت البنجاد. انت العمام الصدق واحنا صليب جاد نلتقي بعامر سوى وطعمه بلا منه. نلتقي بعامر سوى وطعمه بلا منه. حتى نثبت هذا القصة يا ابو شهد انت تقول الوالد يكتب بس عتابه. اي نعم. بس من جاء هذا البيت زهيري كأنما قال لازم نرد. اي نعم. زهيري مو هكذا. يجيهم مدد مثل السادة. الله اكبر. اي نعم احنا نكتب العتابة والقصيد. العتابة والقصيد. فهذا البيت جانا بل تقريبا ب 98 97 93 فالحج يعني بقيت محن تدري ما احنا ما كاتبين. فدزلوا البيت العمنا على سلمان على سلمان قال جيبوا له القلم تا اكتب. عمنا علي قال فهد هات القلم تاخذ جمله. فمن جانا البيت يعني بصراحه قال لازم نرد له بيت زياري حلو. فأول بيت كتبه الحجي بذاك الوقت اللي هو هذا هذا بعدين وراها قمنا نكتب يعني زياري. بس هو علي قال هات القلم وأبوك دز ابنك دز كبير. أبو سيف أخوه يا عبو ايش قال بالبداية قال مو قال البيت أعده بس فقط نوثق يعقوب هو عمنا علي قال فهد هات القلم تأخذ جملاها يعني دزلنا رسالة فحجي الله يرحمه قال يعقوب عني اتصل قال هو دز رساله احنا ندز يعقوب يروح عليه. الله 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 الله. فبذاك الوقت يعني اول بيت زياري كتبه الحجي فدز له اياه قال له يابا احنا ترى بزياري كمال لان ما كاتبين. فالرجال عمنا قال يابا ذا كمال ويش الله الله والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير. عنده بيت زياري هم المرحوم اي والله نسمعه يقول كان وجوار الولف واليوم بالردة ويصعب علي وصلهم بجدام والردة كان وكان وجوار الولف واليوم بالردة ويصعب علي وصلهم بجدام والردة لولا يحصل شوفهم لشريه بالردة وانطيه دومي فرح وارتاح من وني وترجع علي حالتي من بعد ما وني
انعاين عاي على يفتهم مو عدله هو المؤني الماخذين القلب راحه بلا رده الموجعين القلب راحه بلا رده. الله 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 عشت يا ابو شهد جزاك وانت الله عايش. بارك الله بيك وبيك. يا جماعه الخير الوقت هكذا المخرج اوعز الي بانه بقت 3 دقائق زين هذا 3 دقائق سوف اعطي واحده لابو حسام هذا اللي كانت عنده القسواء مر بينا بالطريق والله عنده تحايل الاسايش والبيشمرقه وجزاهم الله الف خير حقيقه نشكرهم ايضا على حسن الاستقبال وحسن الملقى حتى مسك الختام يكون مع الشيخ ابو الشهم على اعتبار انه هذا الجزء الاول من اللقاء وان شاء الله تجمعنا معاكم لقاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكادر سر مرة الفضائية بمضيف الشيخ أبو شهم في قرية أسكي موصل وصولا إلى قريتنا وذلك بفضل جهاز الأسايش والاستخبارات ونشكرهم بهذه الجهود المبذولة التي قدموها للوصول الكادر إلينا كل من مقدم رمضان ونقيب آزال ونقيب عدنان والعقيد زيربان وبهذا المكان هذا الطيب نشكرهم ونتقدم جزيل الشكر إلى جميع من حضر بهذه المناسبة. تعيش وشكرا. تعيش أبو حسام والنعم منك جزاك الله خير. إذن هكذا تنقضي الدقائق السريعة مسك الختام مع الشيخ فتحي الإبراهيم العلي عبد العزيز أبو الشهم في يعني كلمات قليلة يختم بينا هذا اللقاء حتى نلتقي معاكم إن شاء الله في حلقات أخرى ولقاءات أخرى. مسك الختام لك أبو الشهم ماذا تقول في هذه الدقيقة الأخيرة؟ والله إحنا نشكركم على جهدكم على هذا المضيف وعلى قريتنا وريد الزيارات إن شاء الله تكرر إن شاء الله. لأن إحنا الحقيقة حلقة واحدة ما تكفينا لنا عدة حلقات يعني ما بعد داعش هذه أول قناة فضائية تدخل. نعم 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 أول قناة عربية تدخل إليه ما شاء الله وألف هلا بكم قناة صخرة ونتشرف وحقيقة نتشرف أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة الوجوه النيرة. إذن هكذا هي الدقائق انتهت سريعا. كنا في ضيافة الشيخ فتحي الإبراهيم العلي العبد العزيز أبو الشهم اسم على مسمى ولكل إنسان من اسمه نصيب في هذا المضيف العامر ومع هذا الوجوه الطيبة وهذا اللقاء خلينا نقول الأول إن شاء الله تعالى من هذه العاصمة المباركة عاصمة تشويخ إن شاء الله وليس الأخير وليس الأخير حتما إن شاء الله تعالى حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. استودعكم الله. أشكر الكادر الذي رافقني من أربيل المصور الكبير علي غالب آل نجم وهذه تحية المخرج لكم سيف المهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. We'll be right back.